السلام عليكم، مرحبا بكم. معايا الاسم صابرين فوزي، اختصاصية في الترويض الطبي والتخصيص وطب تجميلي غير جراحي. انا خريجة ديال المدرسة العليا للترويض الطبي بالدار البيضاء، مسيرة ديال مركز الترويض الطبي والتخصيص كيف ما قلت لكم. خديت واحد المسار ديال الدراسة ديالي، كان مسار عادي بحالي بحال اي فتاة كتبغي تقرا وطموحة. فريمون خديت بكالوريا علميه، اي باغ لا سويت تخصصت. جاتني الفكره انني ندير المجال ديال الترويض الطبي حيت كيعجبني يكون عندي علاقه مع الناس، علاقه مع الـ يعني كنبغي فريمون جيم ابيزي لا دولاغ للناس. هذا هو مون بوت دوبي مون جوناج، يعني من صغري وانا كيعجبني فريمون نعاون الناس، نتعاون معاهم ونكون فريمون عند الاستماع ديالهم كيف ما تنقولوا. اي بي ابروبو دو سونتر ديالي، يلاه درنا الافتتاح يلاه دابا اسبوع، و فريمون السونتر ديالي فيه الترويض الطبي، فيه التخصيص، عندنا الالات اللي فيه سي دي ديرنيير جينيراسيون دو ماشين، عندنا التخسيس بالبرد، عندنا لا ليبوكافيتاسيون، عندنا الموجات تحت الصوتيه والفوق الصوتيه، لا راديو فريكونس، عندنا لا بريسوثيرابي اللي كدير لينا لو دريناج، انا اون سال دو سبور. كيف ما قلت لكم ان لو سونتر ديالي فيه جوج ديال المؤسسه، فيها جوج ديال لي زيتاج، دونك كل ايتاج باش كيتخصص، كل غرفه ولا بوكس وشنو فيها، شنو التخصص ديالها. عندنا إزالة الشعر أوسي، لو سنتر ديالي نسائي 100%، اي بي سيتو. يعني بالنسبة لهاد المؤسسة اللي تم الفتح ديالها حديثا، وي يعني واش ما لقيتيش يعني كمتخصصة في هذا المجال الشابة، ما لقيتيش شي كرهات أو صعوبات في الطريق ديالك؟ ضروري، ما كاينش شي طريق باش توصل ان بوت ولا باش توصل لواحد المستوى في المجتمع، ضروري من عراقيل، ضروري من صعوبات، ضروري من بزاف ديال الحوايج اللي تيكونوا سلبيه. مي نونبيش فريمون انا السلبي ديما تنخليه من ورايا، سيغت كيضرك شويه، مي الحاجه اللي كضرنا فريمون كتقوينا بوغ لا سويت، سو كي نتو با نو غون فريمون بلو فور. فانا بديت دقه دقه بالمساعده من العائله ديالي بيان سور، دقه دقه مشيت نقطه بنقطه، شفت شنو اللي متطلب بزاف في لو مارشي ماروكان ان تو سكي كونسيرن، في كل ما يخص الترويض وفي كل ما يخص تخسيس او لا، سورتو مشيت في واحد المجال اللي عنده علاقه بالمراه، بجمال المراه، بالحفاظ على الصحه ديال المراه. كنديروا اوسي تغذيه اوسي لي ريجيم اي تو سا، يعني لو بيان اتر. وجاتني الفكره باش تكون مؤسسه فيها لا ريلاكساسيون، لا زينيتود، اي لا كينيزي ثيرابي اوسي، اللي هي اون كومبينيزون ما بين هاد لي تروا تيرم اللي قلت لك. فعطاتنا هاد المؤسسه اللي كتشوفوا قدامكم. فوالا صابرين، فيما يتعلق بالطريق الذي اشتغلت معاه، يعني عدد اعضاء الفريق والتخصصات ديالو. داكوغ، دونك الفريق كاينه انا، كاينه الزميله ديالي، وكاينه معنا حنا ثلاثه ديال الفتيات اللي كنجيريو هاد لو سونتر ثلاثه بينا، وعندنا دي كونفونسيون مع دي ميدسان اوسي اللي يقدروا كيجيو بوغ تو سكي انفازيف، الكل ما هو جراحي. فلو سونتر ديالنا حنايا هاد لا بتيت ايكيب مفتوح فريمون كافة التخصصات الطبية أو شبه الطبية. بالفعل لأن صابرين ونحن نتواجد في مكتب هذا الفضاء وعندك في المكتب لاحظنا واحد المجموعة من الشواهد. وي. يعني يمكن لك تكلمنا على الشواهد. واخا، هاد الشواهد من غير الدبلوم ديالي اللي هو ضروري فريمون باش اللي هو سي اون كلي، مفتاح اللي كيخليك تحل، اللي كيعطيك طريق لبزاف ديال لي شوز في الحياه ديالك. كاين دي زاتيستاسيون انني جيتي فورمي بار بوكو دو ميدسان، بوكو دو سبيساليست ان تو سكي كونسيرن ليستيتيك ميديكال، اي ما كنتش كنضيع الوقت، كنت فريمون كتبان لي شي اشهار ولا اون بوبليسيتي سوغ انستغرام، فيسبوك، سوغ
لي سوشيال ميديا ما كنضيعش الوقت وكنغتنم الفرص حيتاش ما حدنا صغار وحنا كنتعلموا اي لا في كونتينيو. لا لا صابرين، طموح تقريبا 50 أو 60% حققتي المكتسبات ديالك، الافاق البيرسبكتيف. الافاق ديالي كبيره كيف ما قلت لك، ما حنا حنا في الحياه ما حنا كنتنفسوا والافاق كيكبروا لينا. جو نبو با تو دير فين كنشوف راسي دي سي دي زون ان شاء الله، مي باغ كونطخ كنشوف جو بو تو دير فين كنشوف راسي دي سي 5 ans. كنشوف راسي مطوره لو بتي بروجي كو جي، سي ان بتي بروجي بور موا، سي ان بتي بروجي. جيم بيان مي باسون، جيم بيان لي جون لي كيجيو عندي كيرتاحو، تو بو ميم فواغ تشيكي على لاكوي. كنشوف راسي كندخل اي حاجه كاينه في البلدان اللي اوروبيه الغربيه ولا الغير المغربيه ولا العربيه اون جينيرال، في كل ما يخص جمال المراه الطبي بيان سور. جو كونت نكون انا الاولى اللي نمشي، وكيفاش غادي نقول لك، نكون سباقه في ادخال هاد لي ديرنيغ تكنولوجي هنا في المغرب ونوفرهم للمراه المغربيه. فوالا. لا صابرين، الافتتاح ديال هذه المؤسسه تزامن مع واحد المناسبه عزيزه على كل نساء العالم. نعم. هي 8 مارس. اكزاكتومون. نتكلم على المراه المتميزه ولكن امامنا الشابه المتميزه. شكرا، ميرسي. يعني بهذه المناسبه كلمه ديالك النساء المغربيات. لا فام ماروكين ولا المراه المغربيه هي سي ان كومباتانت، امراه مكافحه، امراه مقاتله الى بغينا نقولوا. الى وصلت الى بغات توصل لشي حاجه فهي كتقاتل في واحد المجتمع العربي اللي كيفضل ديما الرجل على المراه. فدابا كنشوفوا في لونطوغاج ديالنا ان المراه هي كتفيق بكري، كتمشي تخدم، كتجي تقبل الوليدات اي لا في كونتينيو. دونك اللي غادي نقدر نقول لا فام ماروكين اوتون انا كو فام جون فام ماروكين كنقولها سوا فورت، اي كوني اكيده انك قادره تكوني ماشي افضل من الرجل ولكن تقدري تكوني متساويه مع الرجل في المجتمع اللي الرجل كيكون فيه واخد فيه نسبه كبيره من لي بروغري اي من بوكو دو شوز. فوالا. كنا نعتبروا بانه لا صابرين وزي نموذج النجاح. التجربه ديالك باش نجحتي يمكن لك ان تقري عن نساء اخرين وشابات اخرين وفتيات اخرين. مرحبا بك، بليزيغ. الوغ باش وصلت لهذا الشيء، اولا بفضل الله الحمد لله، وبفضل ما بتيت فامي، وبفضل عاد باش كيجي الفضل ليا والمجهودات اللي درت. ميز ابار لي زيفور وميز ابار سو بيتي بوست كو جي، ديما انا كنقول كو سكو جي سي دي بيتيت شوز، منها كنكبر ومنها غادي يوليو ان شاء الله دو غروند شوز. كانوا بزاف ديال العراقيل من جهه ديال في المسار ديال الدراسه، في المسار ديال في 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 النمط العيش ديالي، في بوكو دو في مون انطوراج، بزاف ديال الاحباطات، بزاف ديال ان الناس كينعتوا فيك انك ما غتوصليش، انك غير كتهضري غير كتحلمي. اللي غادي نبغيت نقول لهم هو سي تو ريف دان بوين، الا كنتي كتحلمي بواحد الحاجه بقاي كتحلمي بها وبقاي ديرها فريمون في بالك وفي قلبك سورتو، باسكو سي اون ايم با سكون في اون فا جامي ياريفي، فو فريمون ايمي سكون في اي نامنوا براسنا ونثقوا في راسنا، وحتى حاجه ما صعيبه طونك حنا اون اي سور لا في. بطبيعه الحال الاخيره لانه وصلتي تالقتي تميزتي كما قلت لك وليتي كتعتبري نموذج النجاح للشابات المغربيات، اكيد تكون شخصيتك ومسارك كان هناك شخص او فر هي اثر في التكوين ديالك. شكرا على هذا السؤال اللي كيمسني فريمون. الشخص اللي اثر فيا وكان السند ديالي وكيف ما كنقولوا كان امور ديغيغ ظهري، اللي اشاك فوا كنبغي نطيح سلوي كي ما تخاب هو اللي كيعاوني في بوكو شوز، هو الاب ديالي. بغيت نقول ليه شكرا، شكرا على كاع المجهودات، شكرا على النصائح، شكرا على لي زونت بوزيتيف اللي كنتي كتعطيني، شكرا على فين ما كنت كنبغي نحبس انني ما نزيدش القدام كتقول لي نو تيرمين. شكرا على اي حاجه درتيها على قبلي، وشكرا على التربيه الحسنه ديالك، وانك كنتي ماشي غير الاب ولكن كنتي الصديق، وكلشي كان مجموع فيك. كنقول لك ميرسي بوكو والحمد لله حيت الله عطاني اب بحالك. جو سوي فريمون ريكونيسانت و في سيتو هادشي قليل بحق بابا فريمون. وحنا بدورنا كنقولوا ليه
من هذا المنبر الله يطول لك العمر امين ميرسي والله يخليك صحيح شكرا وعليك ان صبت خير ميرسي بوكو ميرسي بوكو شكرا ميرسي بوكو شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.